الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع ذكر متاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع العلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء أميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء مع بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولأئمتهم فقال صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال صلى الله عليه وسلم إني أتيت ملة حنيفية سمحة سهلة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين خاتم الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سيد بن زيد في الجنة أخرج وأصحاب السنن وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفد السريد على سائر الطعام أخرجه الشيخان وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون